قالت أوكرانيا إنه لا يمكنها استبعاد انتهاء الاتفاق الذي يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في 18 من أيار عندما تنتهي فترة سريانه. وقالت مسؤولة بوزارة الخارجية الأوكرانية إن الوضع محاط بالضبابية في ظل عدم وجود خطط لإجراء مفاوضات إضافية هذا الأسبوع، لافتة إلى أن أوكرانيا تلقت إشارات متضاربة بشأن مستقبل الاتفاق. أعلنت روسيا أنها اعترضت صاروخ ستورم شادو بعيد المدى في إطار النزاع في أوكرانيا بعد أيام فقط من إعلان لندن تسليم هذه الأسلحة للقوات الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه خلال الساعات الماضية اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 7 صواريخ هارم مضادة للرادار وصاروخ كروز طويل المدى من طراز ستورم شادو و10 مقذوفات من قاذفات الصواريخ المتعددة. هذا وأعلن الجيش الأوكراني عن أول نجاح لهجومه في محيط مدينة باخموت التي تشهد أطول وأعنف معركة في إطار الحرب. وصرح قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بأن تقدم القوات في منطقة باخموت هو أول نجاح في الهجوم الرامي منذ الصيف الماضي إلى استعادة المدينة التي تسيطر القوات الروسية على القسم الأكبر منها بحسب ما نقلت عنه وزارة الدفاع. وصف رئيس مجموعة فاغنر الروسية التقارير الصحفية المتعلقة بتقديمه معلومات عن مواقع الجيش الروسي للاستخبارات الأوكرانية بالمضحكة. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن الرئيس فاغنر عرض مرارا على الاستخبارات الأوكرانية تزويدها بمعلومات عن مواقع وحدات تابعة للجيش الروسي مقابل انسحاب قوات كييف من مدينة باخموت في شرق أوكرانيا. من موسكو رحب مباشرة بالكاتب والمحلل السياسي محمود الأفندي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمود. يبدو بأن زيلينسكي بات أكثر حرية في عملية زيارة الدول الأوروبية وفي عملية أخذ الوعود سواء في بريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول التي تؤكد وقوفها دائما خلف أوكرانيا وخلف زيلينسكي، وبالتالي الآن ردة الفعل الروسية المنددة والمهددة، إلى أي مدى يمكن تطبيق فعليا هذه التهديدات الروسية التي بدأت روسيا بإطلاقها منذ بداية الأزمة؟ أول شيء يسعد أوقاتك سيدي الكريم والمشاهدين. لنبدأ بالشق الأول من السؤال اللي هو الزيارة المكوكية للرئيس زيلينسكي على أوروبا. من الواقع أن الواضح أن الرئيس يعني الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن توصل معلومات للرئيس زيلينسكي أن أوروبا في لديها قرار في حال إذا فشلت العملية المضادة الأوكرانية يمكن أن توقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا. فهذه الزيارة لها سبب، يعني توجيهات كانت الولايات المتحدة الأمريكية لإقناع الدول الأوروبية بأن الحرب هي يعني طويلة الأمد، يمكن هذه العملية المضادة ألا تأتي لنتائج، لذلك يجب الدعم أن يكون مستمر. وهذا ما حصل في كل المؤتمرات الصحفية إن كان مع وزير خارجية الإيطالية والرئيس وزراء بريطاني وحتى الرئيس ماكرون ومستشار ألماني، كل التصريحات كانت تقول أن نريد أسلحة لمدى طويل ويمكن عملية عسكرية ألا تؤدي لنتائج، لذلك هناك عمليات وعمليات أخرى. يعني هذا التوجيهات الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك كانت الزيارة المكوكية لإقناع الغرب باستمرار دعم كييف في حال فشل العملية المعاكسة. هذا أمر مهم جدا استراتيجي. أنا في رأيي أن صحيح في يعني كلام عن دعم عسكري قادم لأوكرانيا لمستوى لمدى طويل الزمن، ولكن لا أعتقد ذلك لأنه بدأت فعليا القادة الأوروبيين يعني يطالبون الرئيس زيلينسكي بنوع ما ببدء الحوار مع موسكو اللي بدأ عملية السلام. يعني أنا برأيي أنه هذا كان ضمن ما يسمى المحور الأمريكي اللي وضعته للرئيس زيلينسكي. طيب. يعني نعلم جيد الرئيس زيلينسكي ليس لدي إرادة سياسية. بالنسبة للشقق الثاني من السؤال، نعم. روسيا كيف سترد؟ حتى الآن هي زيارات. روسيا سترد حسب الأسلحة التي تزود بها أوكرانيا وحسب استخدام. يعني كل الأسلحة التي لا تغير من المعادلة أو لا تغير من المعادلة العسكرية يمكن لروسيا أن تقبلها نوعا ما من الغرب، ولكن هناك أسلحة يمكن أن تقلب ولكن يمكن أن تؤدي إلى نوعا ما اهتزاز
روسيا مثل الصواريخ بعيدة المدى 1200 كيلومتر، هناك عدة أسلحة يؤدي فعلا يمكن لروسيا أن ترد، ولكن حتى الآن كل هذه المساعدات وروسيا ترد عليها بأنها لن تغير من المعادلة العسكرية على الأرض. يعني روسيا هنا تحديدا سيد محمود نعم هنا تحديدا ما الذي يراهن عليه إذن زيلينسكي في هذه الزيارات وفي هذا الاستمرار في عمليات على الأرض؟ يعني بما أنه نتحدث بأن الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا ليست أسلحة ذات نوعية قد تغير في مسألة قلب الموازين على الأرض أو أسلحة هجومية، إلى غاية هذه اللحظة ما الذي يراهن عليه وما الذي أيضا تنتظره موسكو في عملية الدعم التي تراها بأم أعينها وبشكل واضح، وهي تتحدث بأنه إذا لم تكن هناك أسلحة تغير على الأرض فليست هناك أي مشكلة؟ يعني هلا خلينا نكون واقعيين، الرئيس زيلينسكي لا يريد شيئا، هو عبارة عن دمية سياسية واستثمار أمريكي في أوكرانيا لإضعاف روسيا. يعني كل المعركة الأوكرانية الموجودة أو النزاع الأوكراني الروسي هو لإضعاف روسيا، فالاستثمار جيد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يهمها، يعني يهمها الأمر جيدا، لأنه استنزاف روسيا في معركة طويلة الأمد يمكن أن دوع ما أن تقلب المعادلة كلها الآن في الاقتصادية أو العالمية في العالم. يعني نرى جيدا أن السيادة الأوروبية نتيجة هذه المعركة أصبحت السيادة الاقتصادية الأوروبية أصبحت بيد الولايات المتحدة الأمريكية، يعني فعليا الغاز الروسي انتهى من أوروبا أو تقريبا انتهى من أوروبا، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا أصبحت أصبحت مرتبطة بالغاز الأمريكي. هذا ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية، والآن نفس الشيء الصين. يعني هو تقريبا الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر في أوكرانيا استثمار جيد حتى الآن. أن تكون المعركة طويلة الأمد يستنزف فيها القوات الروسية، يستنزف فيها الحالة الاقتصادية الروسية، بنفس الوقت العلاقات الروسية الغربية التي كانت تتنامى من حوالي 20 سنة وحتى الآن بدأت بالانهيار، هذا من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. فالرئيس زيلينسكي لا يريد شيئا، هو قرار يأتي الولايات المتحدة الأمريكية ويتوجه يقول أعمل كذا أعمل كذا أعمل كذا أعمل، وهي يعمل. يعني لديه مدراء ولديه ما يسمى المحركين لهذه الدمية السياسية، فليس لديه أي مصلحة المادة، لأنه أوكرانيا الآن كدولة سيد الكريم ليست لديها ناتج اقتصادي. يعني دولة متسولة اقتصادية، حتى الرواتب تتسولها من الغرب، رواتب الموظفين، فما عليك بالسلاح وكل شيء. يعني هذا يعني أنه الدمية الآن في يد الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، وهي تحركها كما تريد. فإن يريد زيلينسكي أو لا يريد زيلينسكي، هو المطلوب هو إطالة المعركة لأكبر فترة ممكنة. عندما تنهك القوات الأوكرانية يمكن أن تبدأ عملية السلام، هذا أمر واضح. إذا تقدمت أوكرانيا هذا جيد، ولم تتقدم أيضا هذا جيد، لأن روسيا تخسر، لديها خسائر أيضا على الأرض في المعركة. يعني هذا شيء طبيعي جدا. نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي محمود الأفندي من موسكو.